واش رايك اليوم في السوق؟ السوق راه طابله. اجا واحد صاحبي معايا يدخل معايا روح السوق راه طابله، اللي عنده قديم يديه يطحن والي، وجديد فاني سلم عليا واسمع. يربي في الحمام ولا كيفاش؟ جديد سلم عليا واسمع، والله اللي شاري 200 يخلي 100، واللي شاري 150 يخلي 100، وهي رايحه كيما هكا مازال قدام. هذه السيمة، هذه البداية، هذه غير شيري، هذه الشيء، هذه من خرج تشيري، ومن بعد كي تخرج تشيري تبان حاجة أخرى. جيلي الجيلي والشيري واللي عنده ساي غير خليه يهضر اخو، اللي عنده والله سوا يبيع، ماذا بيه من ضروك يسلك راسه، يسلك راسه اليوم خير من غدوة، والغايب والحاضر يخاف من الغايب. هذه هي والله يعاون.